الفنان محمد الأحمد وحقيقة ارتباطه وعمله قبل الشهرة ومع أشقائه وما لا تعرفه عنه. فنان مجتهد يعطي كل دور حقه، يملك مقومات الممثل المحترف ويغوص في تفاصيل الشخصية ليقدم أفضل ما لديه. إنه الفنان محمد الأحمد الذي انفرد بخطه الفني بعيدا عن أخيه الفنان أحمد الذي نجح في الأدوار الكوميدية، مما جعل محمد ينوع أكثر في الأعمال الفنية، وذلك بعيدا عن التأطير في لون فني معين، كما وقدم العديد من الشخصيات الفنية التاريخية والاجتماعية، وأيضا كانت له بصماته في عالم السينما والمسرح. الفنان محمد الأحمد عمره 40 عام، وهو ممثل سوري ولد في محافظة حمص في سوريا بتاريخ 27 فبراير عام 79، وهو شقيق الفنان السوري أحمد الأحمد. وقبل دخوله المجال الفني عمل حلاقا نسائيا في أيام شبابه الأولى، كما وعمل في التجارة. وتجاربه هذه تعود إلى كونه انخرط في العمل منذ صغره، ففي بداية حياته كان والده يملك كرمة عنب وقد كان يعمل فيها هو وأشقائه، ثم أصبح هو وأشقائه يبيعون عرانيس الذرة والفول، ثم عملوا في محلات للسمانة، ثم امتهن محمد الأحمد الحلاقة النسائية كما وافتتح محل الألبسة. كل هذه الأعمال قاموا بها خلال فترة الدراسة، ثم اتجه هو وشقيقه أحمد الأحمد إلى التمثيل الذي هو موهبة من الأساس. قدم الثانوية مع شقيقه أحمد، لكنه تعرض لحادث وتأخر قليلا عنه في الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية. والفنان محمد الأحمد يعتبر حاليا من أهم الممثلين الشباب وأكثرهم نشاطا وشعبية في الدراما السورية. وقد درس محمد الأدب العربي بجامعة البعث في حمص، وحاول بعدها شق طريقه في عالم الفن، فكان أول أدواره في مسلسل هولاكو عام 2002. بعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 2005. ومؤخرا بعد انتشار خبر خطوبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحفل دعا إليه العديد من الأصدقاء والممثلين، ومنهم الممثلة السورية عبير شمس الدين، خرج الفنان السوري محمد الأحمد عن صمته نافيا هذا الخبر، وعلق بصورة ساخرة وكتب: عبورة ما شفتك، الخطبة الثانية خليني شوفك. وهذه الشائعة ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها الفنان محمد الأحمد، فسبق أن أطلقت الشائعة نفسها خلال شهر إبريل من العام الحالي 2019، حتى أنه أطلق عليها وقتها كذبة إبريل،
كما وعلق محمد الأحمد وقتها عبر صفحته الخاصة: بس لو خبرتونا بالخطبة كنت قمت بالواجب. وكان الفنان السوري محمد الأحمد أكد أنه لم يرتبط، كما وأكد أنه لن يتزوج سوى المرأة التي يحبها بغض النظر عن عيوبها أو مميزاتها. وهو يبحث في شريكة حياته المستقبلية عن النضوج والحب، ويكره في المرأة الغيرة والشك، وكان قد عاش قصة حب لم تنجح وتستمر لهذين السببين. والفنان محمد الأحمد شارك في العديد من المسلسلات، منها الظاهر بيبرس وأشياء تشبه الحب وقمر بني هاشم ويوم ممطر آخر والحوت ورجال الحسم، كما وشارك في مسلسلات قلبي معكم وقلوب صغيرة وأنا والقدس ووادي السايح والسراب والمصابيح الزرق وفرصة أخيرة وغرابيب سود وآخر الليل وغيرها من الأعمال. والفنان محمد الأحمد يعتبر شخصية أبو طلحة رغم قسوتها في مسلسل غرابيب سود من أقرب الأدوار إلى قلبه. كما وكانت له مشاركات في السينما، منها دمشق يا بسمة الحزن، بوابة الجنة، ومريم، ورجل وثلاثة أيام، ومطر حمص، ودرب السماء، ونجمة الصبح. وفي المسرح له مشاركة واحدة، حيث قدم مسرحية وعكة عابرة عام 2003. والفنان محمد الأحمد من وجهة نظره يعتبر الفنانين رشيد عساف وسلوم حداد من ألمع نجوم الفن في سوريا. وهو يحب تجسيد الشخصيات المركبة والصعبة، مثل الشخصية التي قدمها بسام كوسة في مسلسل ما وراء الشمس، كما ويحب أن يترك بصمة في أي عمل يقوم به. وكان قد صرح الفنان محمد عن شقيقه أحمد بأنه يملك كاريزما وعفوية كبيرة في تقديم الكوميديا، وله أيضا أدوار مهمة في إطار الأعمال الاجتماعية تركت بصمة واضحة. وهو يرى شقيقه أحمد ناجحا في المجال الاجتماعي والكوميدي، كما وقال أنهم حاولوا تكريسه في مجال معين لكنه قاوم ليقدم كل ما يملك كممثل شامل. كما وقال الفنان محمد الأحمد إن المقارنة مع شقيقه الممثل أحمد الأحمد كانت تزعجه فقط في البداية قبل أن يمتلك أدواته ويرسم طريقه بالشكل الصحيح. وقد حصل الفنان محمد الأحمد خلال مشواره الفني على جائزة أفضل دور عن فيلم رجل وثلاثة أيام ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان الإسكندرية السينمائي.